اهلا بكم طلاب الصف الرابع الابتدائي، معانا النهارده الجزء الثاني في الدرس الثالث في الوحده الثالثه، درس مع لحياه افضل. اتكلمنا المره اللي فاتت، قلنا يعني ايه مع لحياه افضل، يعني ازاي نقدر ان احنا نعيش حياه كويسه، وقلنا ان الدوله بتقدم لي مجموعه من الخدمات بتخلي عيشتي افضل او احسن، قلنا زي الخدمات التعليميه وزي الخدمات الصحيه وزي الخدمات البيئيه والخدمات الترفيهيه وغيرها. طيب النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم برضو عن حاجات تانية الدولة عملتها عشان تخلي عيشتي عيشة كويسة او حياتي حياة افضل، بنسميها المبادرات. بنسميها ايه؟ المبادرات. يعني هنتكلم عن مبادرات الدولة لتحسين المعيشة. الدولة عملت لي ايه؟ بتقدم لي ايه كمان عشان تحسن عيشتنا كمواطنين؟ قالك الدولة بتقدم لي مجموعة من المبادرات عشان تحسن عيشتنا كمواطنين. اول مبادرة معانا هي مبادرة التطوير العمراني. اول مبادرة معانا هي مبادرة ايه؟ مبادرة التطوير العمراني. طيب التطوير العمراني ده بيتم عن طريق حاجتين، اول حاجة انشاء مدن جديدة وتطوير العشوائيات. الدولة حاليا انشأت لي العديد من المدن الجديدة زي العاصمة الادارية الجديدة وغيرها كتير، مدن جديدة عشان الناس تعيش فيها، وكمان نعمل ايه؟ تطوير عمراني. وكمان الدولة بتطور العشوائيات. يعني تطوير العشوائيات يعني الاماكن اللي ما فيهاش خدمات، ما فيهاش مدارس، ما فيهاش مستشفيات، بتطورها وبتعملها ايه؟ مدن جديدة. يبقى اول حاجة انشاء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات اللي هي الاماكن اللي مبنية من غير تخطيط يعني. طيب كمان انشاء الطرق والكباري. الدولة حاليا بتعمل طرق كتير جدا، بتعمل كباري كتير جدا، كل ده بتعمله الدولة بهدف ايه؟ بهدف تطوير عمراني. يبقى اهداف مبادرة التطوير العمراني حاجتين، اول حاجة انشاء المدن الجديدة وتطوير العشوائيات، تاني حاجة انشاء الطرق والكباري. الكباري اللي هي شبه الطرق الكبري اللي العربيات بتطلع عليه ده. طيب تاني حاجة مبادرة معانا هي مبادرة حياة كريمة، واكيد انتم سمعتوا الاسم ده قبل كده وبتيجي على التلفزيون كتير. طيب اسمها مبادرة ايه؟ اسمها مبادرة حياة كريمة. طيب ايه مبادرة حياة كريمة دي؟ بص، مبادرة حياة كريمة دي هدفها بتشوف المجتمعات، يعني القرى او المدن اكثر احتياجا. يعني بتروح تشوف المدن او القرى اللي ما عندهاش خدمات خالص، لا فيها مدارس الناس تتعلم فيها، ولا فيها مستشفيات، ولا فيها مية، ولا فيها كهرباء، ولا فيها اي حاجة. تاخد المدن دي بقى تعمل تقدم فيها كافة المرافق، تعمل مستشفيات، تبني مستشفيات، تعمل مدارس، تدخل لهم مية، تدخل لهم كهرباء وغيرهم. طيب لو جه قال لي في الامتحان قال لي ايه هي اهداف مبادرة حياة كريمة، هقول له ايه؟ هدفها التخفيف عن المواطنين في المجتمعات ايه؟ اكثر احتياجا. يعني تخفف عن المواطنين في المجتمعات اللي هم عايزين ايه؟ خدمات تعليمية، خدمات صحية، مرافق، مية، كهرباء، غاز وغيرها. يبقى هي بتخفف عن المواطنين في المجتمعات ايه؟ اكثر احتياج. هنا قصده بكلمة المجتمعات اكثر احتياج يعني القرى الاكثر احتياجا يعني. طيب طب ايه هدفها بقى؟ بتوفر لي ايه بقى؟ قالك بتوفر كافة المرافق. مرافق يعني كلمة مرافق دي قصده يعني هي خدمات المية، الكهرباء، الغاز وغيرها. توفير بقى كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية، سواء مستشفيات سواء مدارس. كمان بتعمل أنشطة رياضية وثقافية، يعني إنشاء نوادي رياضية، إنشاء دور ثقافة، إنشاء دور أوبرا، الحاجات دي كلها برضو من اللي بتعملها مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي مهمة على فكرة، أهم واحدة فيه. مبادرة حياة كريمة هدفها إيه؟ التخفيف عن المواطنين في المجتمعات إيه؟ أكثر احتياجا، يعني المجتمعات اللي ما عندهاش خدمات إيه؟ خالص. طيب هتوفر بقى الحاجات دي عن طريق حاجتين، سواء كافة المرافق كلها مية، غاز، كهرباء غيرها، وخدمات صحية وخدمات إيه؟ تعليمية. طيب إيه كمان؟ أنشطة رياضية وإيه؟ وثقافية. يبقى إحنا كده اتكلمنا عن مبادرة التطوير العمراني ومبادرة حياة كريمة. تعال نشوف ثالث مبادرة عندنا وهي حملة 100 مليون صحة. أكيد برضو أنتوا سمعتوا عنها. طيب إيه عبارة عن حملة 100 مليون دي صحة؟ دي عبارة عن إيه؟ الكلام ده كان سنة 2018. دي مبادرة بتهتم بصحة المواطنين. طيب يعني إيه برضو مبادرة بتهتم بصحة المواطنين؟ سنة 2018 أطلقنا مبادرة اللي اسمها حملة 100 مليون صحة، وكان هدفها إن هي تطمن على صحة المواطنين، وأهم هدف ليها إن هي تكشف عن بعض الأمراض، خاصة المرض اللي هو اسمه الالتهاب الكبد الوبائي اللي هو إيه؟ إحنا معروف باسم فيروس سي. يبقى المبادرة دي كانت هدفها إن هي تشوف الأمراض المنتشرة في مصر، خاصة المرض الالتهاب الكبدي الوبائي اللي هو فيروس سي.
طيب اهتمت بايه؟ قال لك ان هي سنه 2018 اطلقنا المبادره دي عشان تهتم بصحه المواطنين. طيب احنا عرفنا ان هي بتكشف عن بعض الامراض خاصه الالتهاب الكبد الوبائي. طيب المفروض ان هي كمان بتقدم ايه؟ بتقدم خدمات العلاج. يعني خلاص المرض عرفنا المرض، لا كمان بتطلع لي حمله 2 مليون صحه، طلعت لي ايه؟ قدمت لي خدمات العلاج وكانت بتتابع ايه؟ المرض. يعني ويعتبر على فكره الحمله دي كانت سبب كبير في القضاء على فيروس سي من مصر، يعني قليل جدا ان تلاقي ربنا يعافينا فيكم حد مصاب بالمرض ده. طيب يبقى دي حمله مين؟ 100 مليون صحه. طيب رابع مبادره معانا او رابع خدمات بتقدمها للدوله هي الخدمات الالكترونيه. طيب ايه الخدمات الالكترونيه دي؟ دي عباره عن ان انا الدوله بتوفر لي عديد من الخدمات، يعني ان انا اعمل كذا خدمه عن طريق مين؟ عن طريق شبكه الانترنت. بمعنى ايه برضو يا ميس؟ بمعنى ان انا مثلا دلوقتي انا لما اروح اطلع شهاده ميلاد، اطلع جواز سفر، كنت المفروض ان انا بروح مثلا الهيئه المسؤوله عن الكلام ده واروح اطلع بقى افضل ساعتين ثلاثه ما انا اطلع الكلام ده. طيب حاليا ايه؟ حاليا ان انا اقدر اعمل الكلام ده كله عن طريق شبكة الانترنت. دي خدمات الدولة بتقدمها لي، يعني كده وفرت لي وقت، وفرت لي مجهود، وفرت لي فلوس. لكن انا دلوقتي لما اروح مثلا اروح المكان واصرف فلوس مواصلات واصرف مش عارفة وقت ومجهود، كل ده ما بقاش موجود. لا انا دلوقتي عايز اطلع شهادة ميلاد على شبكة الانترنت اطلع شهادة الميلاد، مفيش مشكلة خالص. يبقى عشان كده بنقول الخدمات الالكترونية توفر الدولة العديد من الخدمات عن طريق شبكة ايه؟ شبكة الانترنت. دون بقى ان انا اروح للمؤسسة دي، دون الذهاب للمؤسسة. يعني انا عايز اروح اطلع شهادة ميلاد، اطلع بطاقة، مش لازم اروح المؤسسة، انا خلاص اطلع على ايه؟ على الانترنت. طيب هدفها ايه بقى؟ اهم حاجة هدفها هنا توفير الوقت والجهد والمال. يبقى هي وفرت لي ثلاث حاجات، الوقت والجهد والمال. تمام. طيب امثلة الخدمات، يعني ايه الخدمات اللي انا اقدر اطلعها عن طريق شبكة الانترنت؟ قال لك اول حاجة استخراج الوثائق الرسمية. يعني انا عايز اطلع وثيقة رسمية زي ايه برضه يا ميس؟ مش عارف، زي شهادة الميلاد او زي جوازات السفر. كمان انا لو عايز استعلم عن فاتوره الميه بتاعتي، فاتوره الغاز، فاتوره الكهرباء، اقدر ان انا بدل ما اروح مثلا شركه الكهرباء او شركه الميه، اقدر ان انا استعلم عن طريق مين؟ عن طريق شبكه الانترنت. تاني حاجه الاستعلام عن الفواتير الخاصه بالمياه والكهرباء. يبقى اهم حاجه معانا خلينا نركزوا معايا في الخدمات الالكترونيه دي. يبقى الخدمات الالكترونيه دي بتتم عن طريق مين؟ عن طريق شبكه الانترنت. تمام. طيب دون كده انا بروح المؤسسه ولا ما بروحش؟ لا، دون الذهاب الى المؤسسه ايه؟ المسؤوله عنها. طيب وفرت لي ايه؟ وفرت لي وقت، وفرت لي جهد، وفرت لي مال. طيب الامثله عندنا الخدمات ان انا استخرج وثيقه رسميه زي شهاده الميلاد او جواز السفر، او استعلم عن فواتير سواء فواتير الغاز او الميه او الكهرباء او بعض الخدمات الاخرى. طيب انا دلوقتي عرفت الخدمات اللي الدوله بتقدمها لي من السيشن اللي فات، سواء الخدمات التعليميه والامنيه والصحيه وغيرها. طيب معانا النهارده المبادرات دي برضو خدمات يعتبر الدوله بتقدمها لي، اللي هي زي مبادره حياه كريمه، وزي مبادره التطوير العمراني، وزي حمله 100 مليون صحه، وزي الخدمات الالكترونيه. طيب انا مع كل الخدمات اللي الدوله بتقدمها لي، المفروض انا اعمل ايه قصاد الخدمات اللي الدوله بتقدمها لي؟ يعني واجباتي انا نحو الخدمات اللي بتقدمها لي ثلاث حاجات. قال لك يجب علينا اول حاجه نحترم مؤسسات الدوله. يبقى انا المفروض ان انا احترم مؤسسات الدوله. ما ينفعش مثلا اروح اكسر في المدرسه بتاعتي، او اشطب، او اكتب على التخت، او دي المفروض ان انا يكون في احترام لمؤسسات الدوله اللي انا بتعلم فيها وغيرها. طيب تاني حاجه نقدر جهود العاملين فيها. يعني الناس اللي بتقدم لي الخدمات دي المفروض ان انا اقدر جهودها، الناس دي شغاله بتقدم لي خدمه. يبقى اول حاجه نحترم مؤسسات الدوله، تاني حاجه نقدر جهود العاملين ايه فيها، تالت حاجه نحافظ على الممتلكات العامه وما نخربهاش. يبقى انا المفروض واجب عليا ان انا احترم مؤسسه الدوله بتاعتي، اقدر جهود العاملين فيها، نحافظ على الممتلكات العامه. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده عن ايه يا سنه رابعه؟ اتكلمنا عن المبادرات اللي الدوله عملتها عشان تحسن معيشتنا، زي مبادره التطوير العمراني، وزي مبادره حياه كريمه، وزي مبادره حمله 100 مليون صحه، وزي الخدمات الالكترونيه. بكده نكون خلصنا الدرس. كانت معكم ميس هدى النقيب من قناة بديل الدرس.